صافي اش عندك؟ مالك مالك؟ وصافي ودابا انت تبقى في الحال على جوج كلمات قالوا منك صافي هو وبالراسو يدي الاسم ديالو. وراه شكون في حالك؟ وراه انت صاحبي الطوموبيل كاع ما كتستعملها تخليها محطوطه في قنت وتمشي في قنت على مدينه كلها كضربها على رجلك تسخر على رجلك الصحه ديالك والفرمه ديالك ضعيف مع راسك ما فيك شي حبه شحم. ايوا واش عندك؟ في حاله هو شو الكرش تبارك الله قداش لا هاد المخلوقات الراس والانسان والكرش. الكرش صاحبي كيغطيها بالقرباطه كيجبر ما حتى حيله كيطلق عليها القرباطه ويغطيها باش تولي فيها منظر. الله يهديك اصاحبي ما تقزي الناس ديال واحد اخر صافي حنا ماشي هيدا. قال لك هل يمكن ارسال الانسان عبر رساله اس ام اس في المستقبل؟ ولما لا؟ هذا التقدم الرائع للعلوم زعما لا شيء مستحيل. ودابا الان كاينه ارسال الان الانسان كاينه الان الانسان يرسل عبر رساله اس ام اس كاينه علاش نوعا ما وحنا نقولوا ماشي بجسده ولكن نوعا ما. ودابا هذا الاجتماع ما بين مثلا المناظر وما بين الضيف او ما بين المحاور وضيفه مثلا في شاشه عبر شاشه التلفزيون الاجتماع عبر تقنيه الهولوغرام راه ماشي بزاف. اوبرا وينفري عملت اجتماع مع اوباما. اوباما كان جالس في مشارق الارض المغاربيه اوبرا كانت جالسه في الشمال ولا في الجنوب ولا ما فين وعبر تقنيه الهولوغرام هو كان بحال جالس حداه كانه جالس امامها وكان حوار. سير يعني واحد التقدم رهيب ورائع للعلوم. نقول لك هذه العلوم رائعه جدا فقط يجب ان تستعملها لصالحنا جميعا بصفتنا ابناء ادم اخوه. هادشي اللي كاين. ايوا شتي ديك التقنيه ديال الهولوغرام كيفاش الاجتماع الحوار اللي قامت اوبرا وينفري مع اوباما مخير اللي ما سايقش الخبر التقنيه ديال الهولوغرام يقول لك اوبرا وينفري صرفات اوباما. وانا هذا يلاه عاد جات قدامي راه فين تخلط دارو كيف كيف حدث هذا؟ ايوا هذه دابا راه قريبه من ارسال الانسان عبر رسالة اس ام اس. انا اعرف وما خفيك انا اعظم. من افضل الافكار ام التطبيق؟ معضلة هذه يا اخي. لو كان الواحد يطبق راه ما شاء الله ما كعدو حتى شي حد عاطل ما كعدو حتى شي حد جاهل ما كعدو حتى شي حد فقير. المشكلة كلها في التطبيق يا أخي. أما الأفكار فهناك ملايين الأفكار. أنا عندي فكرة لكي أنا نفسي عندي فكرة لكي أذهب في رحلة سياحية إلى نبتون. أود أن أرى نبتون. نبتون هذيك راه عوالم بعيدة وصحيقة عامر بالثلوج. نبتون زعما يا سلام بس نمشي لكوكب نبتون. لكن خصك يا اخي تطبق. دابا حنا هذا يا بغينا نخرفوا ونقصروا ونضحكوا. اما هي في الحياه اليوميه تطبق اي بعض الحاجات تطبق نتامل تصرف بالرغم من خوفك تصرف بالرغم من عدم موائمه الظروف تصرف بالرغم من العجز. عندما يمر الوقت سوف تجد انك قد تصرفت وفعلت رغم انه ابدا لم تكن لتقدر. ضع يدك على راسك وقل ان لدي عقليه مليونير مثلا كما يقول ذلك السيد. انت ضع يدك على عقلك وراسك وقل ان لدي عقليه مطبق مجتهد يقوم بالعمل لا يتكلم فقط. اوعى كما يقول اشقاؤنا المصريين احذر ان تكون حتى انت عندك هذيك الخطين النازلين عبر الشفة العليا للفم. اللي عنده ذاك الخطين النازلين راه مجرد متكلم فقط. أنا راه حتى راه يتكلم فقط دون أن يفعل شيء. كنا نجلس مع الناس يقومون بالعمل سرا وجهرا على أي ليس عملا ضرا بأي أحد لكن كثير من الأعمال تعتمد السرية
في تطبيقها لكي تنجح. المهم عندما يأتي صاحب شي فكرة ولا شي مشروع ويود المساعدة منهم غير ذلك ما الذي يحدث؟ حدث أولئك الناس يعني كبير جدا، أولا لا يعيرون اهتماما، ولكن قد يقوم أحدهم إلى مثلا يسمع ذلك المشروع ويفهم ويحاول أن يدخل بطريقة ما أو غير ذلك، أو يعين أو شيء غير ذلك. أنا ذاك ماذا يلاحظ؟ يلاحظ أن صاحب الفكرة والمشروع أو كثير الكلام لم يكن لديه إلا كلام فقط، بل الاستعداد للتطبيق فلا شيء، وهكذا ينصرف ذلك الذي كان يحاول أن يكون مستثمرا أو غير ذلك، ينصرف إلى الآخرين ويقول العبارة الشهيرة التي سارت بيننا جميعا: مجرد متكلم آخر. هكذا يقال عن الذي لديه الأفكار ولا يطبق ولا يعمل شيء، نقول عنه مجرد متكلم آخر. هيا نقضي أشغالنا. إيه يا حبيبي، واخا بدا عندنا هنا زيادة الضريبة على الأغنياء. هذه هي المشكلة، هذه هي المشكلة الحقيقية. هذه عند جماعة من الناس يتبنونها، معروف هذا الفكر، هذا القمع هو لكل رأيه والرأي محترم، عشان نحن بنو آدم إخوة ولا بأس، كل واحد يعطي الرأي ديالو، لكن ربما في الحقيقة زيادة الضريبة على الأغنياء عار قبل أن تكون ظلم، عار قبل أن تكون ظلم. أولا زيادة الضريبة على الأغنياء عار ثم ظلم، لماذا ستزاد هذه الضريبة على الأغنياء؟ دائما هناك تساؤل، هل يراد بزيادة الضريبة عليهم على أن الله رزقهم؟ هل ينتقم منهم على أن الله رزقهم؟ عجاب يا أخي، زيادة الضريبة على الأغنياء أبدا في الأرض لن يكون هناك لا يمكن أن يكون هناك يعني غير فوق مثلا الفقراء، كلمة ربما أعتقد أن فيها دم، غير نقول غير الأغنياء أبدا في الأرض، دائما سوف يكون هناك الأغنياء وسوف يكون هناك من هم أقل غنى. أنا صعب، لماذا نحارب قوانين الطبيعة التي خلقها الله وجعلها على هذه الشكلة؟ إذن دابا واش نحن نريد؟ زيادة الضريبة على الأغنياء؟ قل لي بالله عليك، هل ننتقم منهم لأن الله رزقهم؟ عجيبة يا أخي، واخ هو نفسه متورط، وراك تمشي عند الغني، الغني الملتزم المستثمر لأمواله الذي يوفر الشغل للناس ويعرف مسؤوليته، راه هو بده يقول لك عباد الله وراني متورط، وراني متورط في هذا الغنى، أنا راه الله سبحانه عز وجل كيعطيني، واش تريدون مثلا باش أنا نتخاصم علاش الله سبحانه عز وجل كيعطيني؟ راه الله سبحانه عز وجل لا يعطيني، ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ شوف هذا الشيء راه خصو يكون في واحد المقاربة أخرى وليست زيادة الضريبة على الأغنياء أو غير ذلك. في الدنيا كاين الأغنياء، كاين غير الأغنياء والأقل غنى، لا الأغنياء صاحبي راه بأموال ديالهم، راه الأغنياء راه ينفعون البلد كثيرا صاحبي، سبحان الله ما شاء الله، راه بأموالهم صاحبي راه يقيمون الاستثمارات، تعمل الناس معهم، يوفرون مناصب الشغل، يدافعون حتى عن الدولة، إيوا مالك، يدافعون عن الدولة ويتبرعون للدولة، مصاب يكون عندك أنت باش تتعامل مع الوطن، راه يدافعون عن الدولة بأموالهم، سيساهموا لا قدر الله كانت شي حاجة مثلا غير جيدة بالنسبة للبلد، من يقدم الدعم للبلد أولا وانتهاء؟ أليسوا أصحاب الثروة والمال؟ خلينا الله يرضى عليك، ما يكونش عاود بنادم عاود
راه ماذا يقدم غير الغني؟ الغني يقدم مثلا نفسه فداء فعلا، لكن راه النفس وحدها لا تكفي، والمال وحده ولا يكفي، راه يكملون بعضهم. راه المال عاوتاني ضروري. الأغنياء مثلا يجب الله يصدر منهم مثلا تعالين على من دونهم، ويحسون بالمسؤولية، وهم فعلا يعطون الضريبة، يحسون بالمسؤولية، يستثمرون أموالهم، ويعود ذلك بالنفع على الجميع، وكذلك على غير الأغنياء. الله يحقده على الأغنياء، لأن عود هؤلاء الشاهدون وهؤلاء لا. الغني يقول لك أنا متورط في رزقي، الحمد لله، الله أعطاني، ماذا أفعل؟ مثلا ما هو الغني لديه المليارات، وغير الغني لديه مثلا 10 دراهم، وهما عندهم نفس الفم، نفس حجم الفم، نفس حجم المعدة، نفس حجم الأمعاء الدقيقة والقولون، يعني هذا تكفيه خبزة، هذا تكفيه خبزة. زعما ماذا، هل الغني سيكون أكثر من الفقير؟ فقط الغني لديه مواهب بإذن الله، ربي يرزق لك المواهب هذاك. إنسان تتملكه روح البناء والعمل والجد والاجتهاد. الآخر عكس ذلك، الخمول واللامبالاة. إيوا، عند النتيجة نبدأ نتخاصم. لا، يجب أن تكون هناك مقاربة أخرى لهذا. يتعاون الغني مع غير الغني، والغني وغير الغني أود يتعامل مع الغني عاوتاني بالطريقة الطبيعية التي تخولها أحكام ذلك، والكل يحس بمسؤوليته. وعندما يشاهد غير الغني يوما ما سوف يسير في تلك الرتبة، رغم أن تلك الرتبة لا تجلب إلا مزيدا من المسؤوليات، ومزيدا من التعب، بل ومزيدا من المشاكل. الغنى والله إلا والله إلا بالنسبة للغني معضل. أنا كنقول لك راه الغني دائما المسؤول الملتزم الذي يعرف حق ما يجري. الفاطن راه يقول لك أخي أنا متورط في هذا الشيء هذا، ولكن ما عندي ما نعمل، أنا متورط. راه كانوا الناس كيجوا كيتشكاو من زيادة أموالهم، يعني يقول لك أنا كنتشك أموالي تزداد يوم بعد يوم. إذا أمواله يعمل فيها غيره. مثلا كاين مسألة أخرى، دابا مثلا هذا زيادة الضريبة على الأغنياء، وهذه مسائل الأغنياء والفقراء. الغني ليس لا يدفع الضرائب، الغني يدفع الضرائب، الغني يدفع الضرائب، فهمتي؟ لكن الطريقة التي يعمل بها والذكاء الذي يعمل بها يجعله وكأنه لا يدفع الضرائب، وهذا من حقه. مثلا يجعله وكأنه لا يدفع الضرائب، بينما الفقير أو غير الغني الطريقة البسيطة التي يفكر بها ولا يريد النمو. تذكر عندما تتوقف عن النمو أو لا تريد النمو بالقطع سوف ترجع إلى الخلف. عندما لا يكون هناك نمو يكون هناك تقهقر. سلم عليها صافي. تصرف غير الغني ولا الفقير بالضرورة توقعه في حبال وفي شبكة الضرائب، فهمتي؟ وتكون يعني قاصم له. ومن هنا تصنع عدالة مثلا الضرائب، لأن النفس اللي على هذا نفس اللي على هذا. لكن هذا لا يعمل الحيلة لكي هو يتغلب على الضرائب، بينما آخر يعمل الحيلة ويتغلب على الضرائب، هو يدفعها لكنه يتغلب عليها وتصبح كأنها لا شيء بالنسبة لما يربح. المهم، خلاصة القول يجب أن تكون هناك مقاربة أخرى. هذا الفكر اليساري مثلا، هذا زيادة الضريبة على الأغنياء، يعني هذه من المعضلات التي في هذا الفكر. أما مثلا أشياء أخرى بزاف، الحاجات فعلا جيدة جيدة رائعة في هذا الفكر، هذا جيدة صراحة صراحة. مثلا الضغط على البيئة، مثلا الاقتراب من الحيوانات التي مثلا قد تنقل عدوى للإنسان وغير ذلك، فعلا الضغط عليها، خصنا نقتربوا منها.
مثلا انواع التلوث غير ذلك. فعلا فعلا كاين اشياء جيده جميله بالنسبه لهذه الزياده الضريبه على الاغنياء، هذه واحد كلام وصافي. مقاربه اخرى غير ذلك. اصلا عندما نرى منطقه ما تحركت وازدهرت ازدادت غينا يعني توفرت فيها الراحة، توفر فيها العمال، لذلك نجد أن ما كان ليكون ذلك لولا تركز الأغنياء بها والمستثمرين وأصحاب الأموال. إذن مسألة أخرى، لماذا تحس عندما تخرج إلى الشارع وكأنك في حرب مع الجميع خصوصا في الطرق وغير ذلك؟ أيوة أنت، أما هو عندما تخرج من منزلك إلى خارج يكون ذلك بغرض، والثالث لا قدر الله مثلا الغرض الأولاني والعمل، الثاني التسوق، الثالث مثلا استشفاء أو غير ذلك، لا قدر الله شاف الله الجميع. مهم، عندما تخرج إلى الشارع يجب أن تحتفل. كيف تحتفل؟ يجب أن تحتفل بخلق الملك الجبار سبحانه. علاش هاد الناس اليوم نحن نسير مثلا ونقول له انت علاش وقفتي هنا وانت لماذا تسير من هنا انت كذا؟ بالعكس، هاد الناس هادو يجب ان نحتفل بهم اصاحبي، هاد راه مخلوقات خلقها الله كما خلقنا نحن، نحن نكمل بعضنا. ورا عندما تخرج الى الشارع يجب ان تحتفل عندما تجد القوم، عندما تجد الناس الصغير كبير السيد السيدة، احنا كلنا مع بعضنا عندما نتبادل المصلحة تعم الفائدة علينا جميعا. تحتفل صعب، وتصور لو انك خرجت وجبرتي ولقيت مثلا على الحيطان والجدران، ايوا انا ذاك انطح الجدار، يجب ان تحتفل عندما ترى الانسان، عندما ترى المخلوقات الاخرى صعب. راه هادشي كله منظومة واحدة تحت ملكوت الله، ها نكمل بعضنا. ولكن على اساس انك تقضي الغرض ديالك، لان راه عدم قضاء الغرض ومنادم ما كيعملش المصالح ديالو ولا يعمل ولا يتحرك وغير ذلك، راه انا ذاك يتولد غضب، بحال غضب دفين هو لا يلقي له بالا، ولكن ذاك الغضب هذاك مع المده هو كان السبب فيه، ولكنه ينقلب حقدا، ذلك مشكل هذاك الغضب، فهمت؟ والجميع معذور، الله يصلحنا جميعا. ذلك الغضب ينقلب حقدا على الاخرين، لان عاوتاني الاخرين عملوا اجتهدوا مثلا انجزوا، هو لم يستطع وكان هو السبب في ذلك. عندما الطبيعي يعني سبحان الله العظيم، هنا باش كنبقاو نرجعوا لمستويات الدنيا، يجد انني لم افعل شيئا والاخر فعل، واحد شويه ذاك الغضب كيتملكني، واحد شويه كينقلب حقد على الاخر. لا جيت نجلس مع راسي ونفكر جيدا، نجد فعلا انني انا مخطئ. لا يا اخي، عندما تخرج الى القوم الشارع احتفل بوجود هذه المخلوقات، لا من الانس ولا من غيرهم، احنا نكمل بعضنا، ثم ان هذا ملك لربنا سبحانه يا صديقي. يا الله، هذو راهم العبيد خلق الله، وعندهم السيد ديالهم، الله ما يبغي اللي يضرهم، هذه نيته كلها. الله سبحانه عز وجل لا يحب ابدا من يقوم بإدائهم. رد بالك لغرضك وصافي وسير مع الطريق. اش نقول لك انا دائما، راه مثلا تصور انت واحد السيد وعندو الأهل ديالو ولا أولادو أولا غير ذلك مثلا هكذا، ولا عيالو، باش منقولوش هاد أولادو، ربما كلمة لا تعلق، عيالو. النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلق عيال الله سبحانه عز وجل، مخلوقات الله سبحانه عز وجل، لم يلد ولم يولد مازال، ويبغي شي حد يقيسهم، قال لا يريد لأحد أن يلمسهم. احذر صديقي العزيز، هذا الشيء الذي تراه كامل راه لسيده ولحاكمه، راه يا غار لا تقترب منهم، لا تؤذيهم، قضي غرضك وانت معاهم. بالعكس، راه بعض المرات كتقضي لهم الاغراض ديالهم، كي غتقضي لك الاغراض ديالك مضاعفه. اصدقاء عندنا حكم يستقيوه هنايا، خصنا نساليوه شكرا جزيلا، ثم مول الخير.
المسرح مالين الخير.